ده بالنسبة لدرجات الحرارة. طب تعالوا نعرف تفاصيل أكتر عن الجو بقى، يعني في كده اللي مهتم بالطقس بيشوف كده إيه إنه في ارتفاع الفترة الجاية. تعالوا نتعرف أكتر من دكتورة منار غانم، عضو المجلس الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. دكتورة منار صباح الخير. صباح الخير على حضرتك استاذه رشا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيكي دكتوره منار. خليني اقول لك ان انا من النوع البريد، بس وانا جايه النهارده في شويه دفى، يعني خلينا نقول عن الايام اللي فاتت، ده صح؟ اه طبعا، بالفعل على مدار هذا الاسبوع كله في تحسن في الاحوال الجويه عن الاسبوع الماضي، لان الاسبوع الماضي كان في انخفاضات ملحوظه في درجات الحراره. صحيح. فتره النهار وفتره الليل، لكن على مدار هذا الاسبوع في ارتفاعات خفيفه في درجات الحراره فترات النهار وفترات الليل بحوالي من درجتين لثلاث درجات على اغلب مناطق الجمهوريه. في كمان هيكون في زياده لفترات سطوع اشعه الشمس خلال فتره النهار، فده هيخلينا نحس اكثر بالتحسن والاستقرار في الاحوال الجويه، فبالتالي بنحس بالاجواء المعتدله فتره النهار على المناطق الشماليه، اجواء دافيه على المناطق الجنوبيه فترات النهار. فترات الليل بيحصل طبعا انخفاض في درجات الحراره، لكن مش زي الايام الماضيه، رغم ان طبعا في تحسن في درجات الحراره فتره الليل، الا ان الاجواء فترات الليل هتظل من بارده لشديده البروده. لكن طبعا احنا خلال الاسبوع الماضي كنا بنسجل 8 درجات على القاهره الكبرى، خلال هذا الاسبوع هتكون ما بين ال 10 وال 12 درجه مئويه. طب حلو، يعني علينا عن الرقم واحد بقوا رقمين اهو بالليل. بالليل طبعا في تحسن في الاحوال الجويه فتره الليل، لكن برضه هنخلي بالنا لان احنا هنحس تحسن قوي فتره النهار، مش عاوزين نغير نوعيه الملابس بشكل كبير فتره الليل المتاخر، فتره الصباح الباكر، لان الاجواء لسه هنحسها بارده شديده البروده فترات الليل. دكتوره منار عايزه اسالك سؤال، يعني اليومين اللي فاتوا دول كان في شمس، بس وفي وسط الشمس ده كان في هواء، وهواء ساقع، كنا بنلاقي الهواء جامد شويه. هو بالفعل في نشاط نسبي للرياح بنحس بيه اكثر فتره المساء زي الساعات الاولى من الليل، نشاط الرياح هو اللي دايما بيخلينا نحس اكثر بانخفاض درجات الحراره وبروده الطقس. دايما الهواء كمان لما بيبقى جاف شويه بنحس بيه ابرد في الهواء اللي بيبقى محمل بكميات رطوبه. ده على مدار هذا الاسبوع، يمكن تحديدا كمان في اليوم نشاط نسبي للرياح، سرعاته ما بين 30 35 كيلو متر على الساعة، نشاط الرياح ده هيكون في أغلب المناطق الموجودة في الجمهورية، خاصة القاهرة الكبرى، وجه بحري، شمال الصعيد، جنوب سيناء، هيخلينا نحس شوية ببعض البرودة فترات الليل. طيب، دكتورة منار، يعني أنا مثلا من الناس اللي بفتح كل شوية أشوف الوذر وأخبار الطقس إيه، لقيت إن الأسبوع الجاي هيبقى فيه ارتفاع لدرجة إن أنا قريت إن في يوم من الأيام هتبقى 27 الصبح وبالليل 15، هل الكلام ده حقيقي؟ ده على القاهرة الكبرى، لا، متوسط درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع على القاهرة الكبرى، لا أنا بتكلم على الأسبوع الجاي، الأسبوع الجاي الأسبوع اللي جاي إن شاء الله، لا مش هتوصل ل 27 درجة مئوية. وبعدين إحنا لو اتكلمنا عن الأسبوع اللي جاي أكيد هتتغير، لأن إحنا كلنا عارفين وحضرتك عارفة إن التنبؤات بعيدة المدى بيحصل فيها تغير، لأن إحنا في تقلبات جوية دايما بتأثر على التوزيعات الضغطية، فبالتالي بيحصل تغير دايما في التنبؤات، لكن مفيش ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة توصل ل 27، في 27 على محافظات شمال جنوب الصعيد طبعا. نعم. خلال هذه الأيام والأسبوع القادم 27 درجة مئوية على محافظات جنوب الصعيد، ده فترة النهار، فترات الليل تكون ما بين ال 12 وال 13 درجة مئوية. طيب، احنا كل سنة وحضرتك طيبة وكل السادة المشاهدين طيبين، احنا خلاص يعني على بنعد تنازلي وبنوصل لرمضان، ورمضان جاي السنة دي هنكون بدينا فصل الربيع، مظبوط؟ بالفعل ان شاء الله، متوقع ان فصل الشتاء ينتهي 20 مارس، بداية فصل الربيع 21 مارس، هنبدا معاها طبعا كمان بدايه شهر رمضان. كل سنه وحضراتكم بخير وحضرتك بخير يا رب. حضرتك بصحه وسلامه. ان شاء الله درجات الحراره تبقى لسه يعني طالعه من الانخفاض، رايحه للارتفاع، فدرجات الحراره ان شاء الله تكون معتدله، خاصه في شهر ثلاثه وشهر اربعه درجات الحراره ما بترتفعش بالشكل الكبير، لان احنا لسه خارجين من فصل الشتاء، دايما بدايات الفصول بتاخد من نهايات الفصول، فاحنا بدايه الربيع بياخد بعض سمات فصل الشتاء، فان شاء الله الاجواء هتكون معتدله، يعني مش هتكون فيها ارتفاعات ملحوظه في درجات الحراره. ولا هيكون فيها انخفاضات برضو ملحوظه. لا انخفاضات ملحوظه لا ان شاء الله، لان احنا خلاص بنقول ان احنا من مع بدايه ثلاثه كمان درجات الحراره هتتجه نحو الارتفاع، لو حصلت انخفاضات مش هتكون بالصوره الكبيره اللي احنا دايما بنبقى متعودين عليها في فبراير او يناير. ان شاء الله هيبقى رمضان جميل علينا جميعا باذن الله. دكتوره منار غانم، عضو المجلس الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه، انا بشكرك شكرا جزيلا على كل الافادات اللي حضرتك قلتيها لنا. يعني الجو الحمد لله احنا داخلين على فتره بقى الجو هيبتدي يتحسن كده، ورمضان ان شاء الله هيبقى لطيف، والصيام هيبقى هادي وجميل ان شاء الله، وكل سنه وحضراتكم طيبين.